بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم في تغطيتنا الخاصة والمباشرة من قناة المحور لثالث وآخر يوم من الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور. زي ما اتكلمنا قبل الفاصل انه هنتكلم في هذه التغطية عن فكرة المشهد الإعلامي والسوشيال ميديا و الشائعات اللي ممكن تنتشر على السوشيال ميديا، كمان المشاركة المجتمعية بس من منظور صحفي هيكلمنا أكتر عن خبرته وعن ملاحظاته هو الشخصية خلال تغطيته لهذا الاستفتاء على مدار اليومين اللي فاتوا. بينورنا في الاستوديو ضيفنا أستاذ أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزل يوسف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير بحضرتك، صباح الخير على كل المصريين. أول سؤال بسأله لكل الضيوف، نزلت شاركت؟ طبعا. أدليت بصوتك؟ الحمد لله. طيب احكي لنا. مش ممكن ندعو صح ولا نفعل. صحيح. احكي لنا عن انت لما نزلت على ارض الواقع، قبل ما ترصد من خلال شغلك طبعا، لكن لما نزلت على ارض الواقع وانت بتدلي بصوتك، ايه اللي انت شفته وايه نوع المشاركه اللي انت شفتها واهم المشاهد اللي لفتت نظرك وقتها؟ هو طبعا من خلال المشاركه في المقر الانتخابي اللي انا نزلت فيه مش هيكون الصوره كامله، لانه جزء من كل كبير، مشهد كبير على مستوى ربوع أرض مصر في كل محافظات مصر. وقبلها كان في اليوم السابق على الاستفتاء في الداخل كانت بداية الاستفتاء في الخارج، وكان مظهر حضاري كبير. المشهد فيه عدة تفاصيل وعدة صور مبهجة. الصورة الأولى أن هناك مشاركة كثيفة من الشعب المصري سواء بالداخل أو بالخارج. المشهد به هذه الصورة العامة تعني أن هناك وعي نما لدى الشعب المصري في السنوات الأخيرة منذ 2011 بأهمية الممارسة الديمقراطية وأهمية المشاركة في بناء مسيرة الوطن. هذا الوعي وهذه المشاركة نمت من خلال التجربة. الشعب المصري نزل في 25 يناير ساخط داعي إلى التغيير، فحقق جزءا من أهدافه، فإذا به يجد من يسطو على إرادته وتتحول ويستغل المشهد فيحوله من محاولة للتغيير إلى تخريب وتدمير. خرج في 30 يونيو ليعدل مساره رافعا ذات الشعارات المؤكدة على الدولة المدنية وعلى الحرية والكرامة الإنسانية. خرج في 2011 لأنه كان يئن، كان المواطن المصري، وأنا صحفي حضرتك بتحدث عن كصحفي موجود في الشارع، كنا بيجيلنا اتصالات كثيرة من المواطنين يبحثون عن واسطة للبحث عن سرير في العناية المركزة. وأنا بكلم الجمهور المصري وهو أكثر دراية بما أتحدث عنه الآن لأنه هو الذي يعيش هذا الوضع. كان تأتي اتصالات بأن فلان بطنه تضخمت، يعاني من فشل كلوي بسبب فيروس سي وإلى آخره أو كبدي، ويقف في طابور ينتظر الحصول على جرعة علاج، وهو يخشى أن يصل إليه ملك الموت قبل أن يصل إلى دوره. كانت هناك صخرة الدويقة التي دفنت مصريين أحياء في مساكن عشوائيات. كل ذلك الوضع المزري والاكتظاظ في زحام المواصلات والوقوف وإهدار الكرامة الإنسانية في طوابير الخبز، لدرجة أن المواطن يقف في طابور الخبز وقد يموت قبل في الزحام وفي شجار قبل أن يصل على بعض أرغفة خبز، كان يقف في طوابير الغاز وفي طوابير الوقود. كانت هناك حالة متدنية أدت إلى أن الشعب المصري خرج وصار. هذا الذي طمح في تحقيقه وتعديله فوجئ بأن الوضع أسوأ منه في ظل فاشية دينية تسعى للسيطرة لمصالح شخصية وتستبعد كل الطائف التي خرجت وصارت في 25 يناير لتستحوذ بمفردها على الحكم، فصار لتصحيح مساره. نرى المشهد الآن عندما نرى العشوائيات، أصبح هناك الأسمرات وأحياء حديثة
تم علاج المشكلات الحقيقية التي خرج من أجلها المواطن. وجدنا أن القضاء على طوابير العلاج على نفقة اللي هو الانتظار، طوابير انتظار الجراحات والعلاج، وجدنا حملات تسعى إلى المواطن تبحث عنه وتجري فحص مبكر حتى تقيه ويلات الشعور بالمرض وهو لا يستطيع. وجدنا تكافل وكرامة، وجدنا السيدة اللي كانت بتسجن نتيجة أنها مش قادرة تجهز ولادها، وجدنا أن في مبادرة لسجون بلا غارمات وحلول، وجدنا محاولة حقيقية لإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية، قرارات الأخيرة للرئيس السيسي. العدالة الاجتماعية. كل هؤلاء من أجل ذلك نزلوا ليقولوا نعم لاستمرار الإصلاحات، واستمرار هذه الإصلاحات نابعة من فلسفة حقيقية تشريعية. يعني الدولة مش معقول تيجي تقول يلا نعمل تعديل دستوري ونكلف الدولة وننزل ولجان وكلام من ده لمجرد أهداف محدودة أو إلى آخره. الدولة المصرية في خطر، يعني أنا جبتها لحضرتك من بداية المواطن البسيط في الحاجة البسيطة إلى المشهد العام. نحن كسفينة تبحر في محيط متلاطم الأمواج، إذا نظرنا غربا سنجد التهديد للأمن القومي المصري في محاولات لإفشال الدولة الليبية لتكون ساحة سانحة لخلايا إرهابية وتنظيمات إرهابية ودول معادية بتمول تنظيمات إرهابية حتى تهدد حدود أمن مصر من الحدود الغربية. هذا التهديد يتطلب كلفة كبيرة في التأمين وحفظ أمن الدولة والأخرى. إذا نظرنا إلى الجنوب سنجد أيضا في أمواج شعبية والحياة لم تستقر سياسيا في السودان، وقبلها كان هناك انفصال لجنوب السودان وإلى آخره. إذا نظرنا في الشرق سنجد أن هناك محاولات من الاحتلال الاعتداء على فلسطينيين في غزة ووضع غير مستقر، وأنفاق قبل ذلك هربت من خهرب تم تهريب من خلالها أفاعي تنفث سمومها في جزء من سيناء، والآن تقتلع وتقطع رؤوسها وضحينا بالشهداء من أجل هذا الأمر. إذن نحن في محيط متلاطم الأمواج، في محيط غير مستقر، يتطلب أن تكون الدولة المصرية قوية لتواجه وتجابه هذه التحديات. قوة الدولة المصرية ليست شعارات جوفاء، لابد أن تكون الدولة المصرية لكي تكون قوية لابد أن تمتلك كافة مقومات القوة، القوة العسكرية. صحيح. هناك تحديث كبير للجيش المصري لتكون قادرة على الردع، ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. وعدم وجود استقرار وأمن يعني عدم وجود أي شيء مما يسعى إليه المواطن المصري، لا حرية ولا أكل ولا شرب ولا فرص عمل ولا أي حاجة. ليه؟ ربنا هو اللي قال كده. كان في يعني في 2014 كان كل مطالب الشعب المصري إحنا عايزين نحس بالأمن والأمان. تمام. وهو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن الغذائي والأمن النفسي. طب تعالى على مستوى الأمن الغذائي، إيه يعني إيه؟ وأنا بتكلم الكلام ده كله كراجل يعني بغوص في عمق المجتمع، بقول في ناس لسه حالتها تعبانة جدا، وفي ناس بتؤن وتعاني، وفي لسه مستشفيات محتاجة إصلاح، ولسه منظومة التعليم بايظة. معاك، أنا ما نقدرش ننفي ذلك، لكن بنقول أن البناء اللي بيبني بيت بيحط القواعد الأعمدة وبعدين بوصل في النهاية للتشطيبات عشان والديكورات عشان يطلع بالصورة الجميلة. لا يمكن أن تطلع السلم قفزة واحدة درجة درجة. لكن السؤال في الأربع سنوات السابقة، هل صعدنا عدد كبير من الدرج؟ هل حلينا جزء من المشكلات ولا لأ؟ حلينا جزء من المشكلات. طب هل الحلول مسكنات ولا علاجات جذرية؟ علاجات جذرية. ازاي؟ اقول لك ازاي. تعالى مثلا على ازمة السكن اللي كان بيعاني، احنا كنا افلام، انا نشأت وشفت الافلام اللي كانت بتيجي في التسعينات والكلام ده، كان كله خا واحد وخطيبته بيدوروا على شقة مش عارفين يوصلوا لشكل. النهاردة مشروع الاسكان اللي اي حد مواطن بيقدم على شقة بياخدها، بيجي عليه الدور بياخدها بالتقسيط الى اخره. طب
كنا بنعاني من ازدحام كبير جدا في المواصلات، ولسه يعني انا حتى الريف كمان للاسف الشديد المدن اللي في المحافظات الريف اكتظت بالسكان. طب ده ليه؟ فالشواء زاد سعرها والارض الزراعيه تحولت الى بناء فزاد سعرها. ليه؟ لان في كثافه سكانيه والكتله العمرانيه لا تستوعب ذلك. طيب ليه ده كله؟ لاننا نعيش على 7% من مساحه مصر. طب والحل بقى ايه؟ الحل الانظمه السابقه والحكومات السابقه كانت تعمل نفق وبعدين تعمل فوقه كوبري علشان تحل الأزمة المرورية. الدولة المصرية الآن تقدم حلول جذرية. حلول جذرية إزاي؟ بنعمل عاصمة إدارية جديدة. هذه العاصمة الإدارية الجديدة ليست كما يدعي الكاذبون بأن ده للصفوة ومعرفش إيه. ليه؟ لأن أنت عندك 19 مدينة أخرى في كل ربوع مصر. كان الصعيد محروم من التنمية، أسوان النهاردة فيها محطات توليد الطاقة الشمسية بتخلق فرص عمل. في مدينة الإسماعيلية الجديدة، في العالمين الجديدة من الحدود للحدود، في المنصورة الجديدة، في المنيا الجديدة، كل في 20 مدينة جديدة موزعة على ربوع مصر. هذه المدن باكتمالها ستستوعب 30 مليون مواطن مصر. 30 مليون مواطن مصر ده يعني ايه؟ يعني ثلث الشعب المصري سيتم بنخرج استيعابه. بنخرج بنطلع بقى من القلب وبنروح على الاطراف. ايضا عندما غابت التنميه في الصعيد وفي الريف كان الشاب الريفي والصعيدي يضطر الى ان هو يعمل هجره داخليه للبحث عن فرص العمل. صحيح. فدلوقتي هيكون في تنميه حقيقيه على كل في ربوع مصر هتؤدي الى فرص عمل، فيؤدي الى تفريغ الكثافه السكانيه في المدن، سواء في المدن في اللي هي القائمه في محافظات مصر. سيكون هناك فرص عمل، ستكون هناك بنية أساسية، ستكون هناك إسكان، ونقل الوزارات والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية هيعد القاهرة رونقها. صحيح. واستغلالها بقى للقاهرة القديمة بجمالها، ده هنبرز جمالها ويظهر جمالها ويتم استثمارها أفضل، وتكون مزارات سياحية إلى جانب أن يكون في جودة في الحياة. هو ده حقوق الإنسان بقى، ما هو حقوق الإنسان يبدأ بالحق في الحياة. أصل في برضه إيه الشعارات الجوفاء اللي كانت بتطلع حقوق الإنسان ويختصروها في حاجة واحدة، أليس من حق الإنسان الحياة؟ طيب أليست من واجب الدولة أن تحمي حق الحياة المواطن اللي ماشي في الشارع فيلاقي واحد يطلع يفجر له قنبلة؟ أي حق للإنسان قبل حقه في الحياة؟ إذا لم يكن موجود لن يكون له أي حقوق أخرى. فالبدايه في الحق في الحياه وتمتد الى الحق في جوده الحياه، في مسكن ملائم كريم بدل ما يسكن في المقابر يسكن في مكان كويس، بدل ما يسكن في عشا الصفيح في عشوائيات. وتم القضاء تماما على العشوائيات. اليس هم الاولى بالرعايه ولا اللي هو قاعد يشتغل لحساب بليشيات اخوانيه على وسائل الالكترونيه يتكلم باسم الفقراء ولا ينظر للبسطاء اللي هم خدوا النهارده؟ ما الشغل ده كان ليه؟ يعني اما حصل تصحيح على سبيل المثال، ومن الحاجات برضو اللي هي ما اتشرحتش كويس للناس فيما يتعلق بمنظومه الدعم وتخفيض الدعم على الوقود. الوقود على سبيل المثال لو هضرب مثال بسيط كده، رجل اعمال ثري يمتلك ملايين ومواطن بسيط لا يمتلك إلا عربية فيت أو بيركب المواصلات. اتنين، إذا كانت في السابق الدولة بتدفع 10 جنيه أو 5 جنيه على لتر البنزين وكله بياخده من البنزيمة بهذا السعر المخفض والدولة بتتحمل كلفة الخمسة جنيه على كل لتر، المواطن اللي ما عندوش أصلا عربية أو عنده عربية بسيطة بيروح بها مشوار وبتاع بياخد له 20 لتر في اليوم، ما يعادل 20 لتر ولا حاجة ولا كلام من ده، أو 10 لتر، فهتبص تلاقي حضرتك بياخد له 50 جنيه مثلا. أو اللي بيركب مواصلات، المواصلات رخيصة فيوفر 10 جنيه في مواصلاته. لكن رجل الأعمال اللي عنده مصانع، عنده 3 4 عربيات ملاكي له ولأبنائه، وبعدين عنده 10 عربيات كمان بتنقل بضائع مصنعه بتاخد بنفسه، فبيستهلك له 100 لتر او في اليوم او 1000 لتر في اليوم. لو قلنا 100 لتر في اليوم يبقى اضربي 100 في 5، ها، او بياخد 1000 لتر في اليوم فبياخد عربيات بتنتر التلرات وبتاع فبياخد 5000 في اليوم. يعني انت كمواطن بسيط بتاخد الدوله بتدفع لك دعم 5 جنيه في اللتر بتعمل لك 50 جنيه في اليوم،
والراجل اللي هو السري بتدفع له برضو الخمسة في اللتر، بس هو بيستهلك أكثر لأنه عنده عربيات ومصانع وحاجات بتنقل بضاعة فبياخد 5000. الدولة جات عملت إيه؟ عملت تصحيح لمنظومة الدعم عشان يذهب لمستحقيه فعليا. تقول لي طب ما أنا بشتريه دلوقتي زي اللي عنده عربيات، أقول لك لا، بس أنت الفلوس اللي اتخذت اتبنت للعشوائيات فقضت على العشوائيات فراح للذي يستحق، راحت لإصلاح مستشفى عام فراحت للي يستحق، لان الناطن البسيط هو اللي بيروح المستشفى العام، ما بيروحش المستشفى الخاص اللي بيدفع 10000 في اليوم. راحت على الطرق والمواصلات في البنيه الاساسيه ليك، راحت في بناء مشروعات الاسكان ودعم مشروعات الاسكان فراحت للمستحق. اذا هي اصلاحات جذريه تعمل على تحقيق العداله الاجتماعيه وتذهب لمستحقيها، وهذه الاصلاحات وهذه المشروعات تتطلب استقرار للدوله المصريه ووحده، صحيح، وحدة اللحمة الداخلية لاستكمالها. لذلك على كل من لا زال يجلس في البيت ولم يشارك حتى اليوم أن ينزل ويشارك. ده بيفسر انه ليه المواطنين نزلوا، ليه المواطنين كانوا حابين ان هم يشاركوا، علشان شايفين انجازات على ارض الواقع، وشايفين كمان انه التعديلات اللي حاصله ممكن انها تفيدهم، لانها كمان خصت فئات كثيره كانت بتعاني من ضياع حقوقها على مدار سنين كتير. رايك ايه في التعديلات الدستوريه لو حبينا ان احنا نتكلم عنها، وازاي هتقدر تفيد شرائح كبيره من المجتمع المصري؟ جميل. هي الفلسفه التشريعيه، الفلسفه في التعديلات التشريعيه على سبيل المثال تزيد، احنا الدوله المصريه مهدده، وكل المخططات اللي هي من فتره الاحتلال الى منطقه الشرق الاوسط كانت تعبث بامور عده، المذهبيه واحنا شايفين سنه وشيعه، الطائفيه، مسلم ومسيحي، الفئات المجتمعيه، إهدار للمرأة وحقوق المرأة وغياب لحقوق المرأة ودول ذكورية، كل ده كنا بنسمعه ممن تدعي أنها منظمات حقوقية تعمل بأجندة موجهة. إذن لكي تحارب الدولة المصرية وتجابه التحديات الخارجية لابد أن يكون في أول مقومات القوى الشاملة للدولة هي اللحمة الداخلية والعنصر البشري المصري. مصر تمتاز بالعنصر البشري. طيب التعديلات الدستوريه ماذا تفعل؟ تعالج هذه الثغرات التي ممكن ان تنشا. يعني التعديل الدستوري اللي هو اتعمل في 2014 مش دلوقتي كان بيقول ايه؟ كان بيقول كوتا نسبيه لمين؟ للمراه والاقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصه ومصري الخارج والعمال والفلاحين. تعبير فضفاض. لا ده عملها، ولا عملها لمده واحده، دوره برلمانيه واحدة. الدوره البرلمانيه شرفت على الانتهاء. تمام. وستجد هذه الفئات أنها قد تكون خارج القدرة على المنافسة الانتخابية. يعني حزب سياسي بيجيب قائمة هيعمل إيه؟ هيجيب رجال الأعمال اللي يستطيعوا أنهم يمولوه ويدعموه ويصرفوا على الحملات الانتخابية. لن يلجأ لشاب كفاءة في مقتبل عمره، لن يلجأ لمرأة، لن يلجأ لمواطن مسيحي في دائرة أغلبيتها مثلا كده هو يخشى أن هو ما ينجحش. لن يذهب لمعاق يجلس على كرسي متحرك ليضعه على القائمة الانتخابية. ده يعني ايه؟ لن يذهب لعامل وفلاح. ده يعني ايه؟ يعني ان هؤلاء قد يكونوا غائبين عن التمثيل داخل البرلمان والمجالس التشريعية وبالتالي المحلية او الى اخره. ده يعني ايه؟ يعني ان الناس دي هتئن في المستقبل، لان الفلاح لا يجد من يعبر عنه، مش لاقي اللي يقول ان تكلفه الانتاج زايده، ان الاسمده غاليه، مش لاقي اللي يعبر عنه. المراه مش لاقيه برضه اللي يقول في يتكلم في قانون الرؤيه ويتكلم في المشاكل الخاصه اللي هي شايفاها والى مش لاقيه. المعاق مش لاقي اللي يتكلم عن حقه في 5% وحقه في وظيفه كريمه، ان هو ما بياخدش اعانه، لا ده الراجل ده لازم تشغله، انت مش هتديله اعانه اجتماعيه، انت توظفه في وظيفه ليحقق ذاته وقادر. كل هؤلاء الدستور كفل ليهم تمثيل دائم عادل في البرلمان. التعديل بيقول بدل ما كانت دوره وخلصت، لا، كل دوره انتخابيه لازم يكون لهؤلاء نسبه وتمثيل عادل، وخاصه بنحدد نسبه المراه ب 25%. طيب نسبه المراه 25%، هل هي تاخد 25% فقط؟ ده المرأة بتشكل 49% من الشعب المصري. لا، ما هي قد تصل ل 40%. ليه؟ لأن لما يكون في نسبة للعمال والفلاحين هيكون منها عاملة جنب العامل وفلاحة جنب الفلاح، لما يكون في نسبة من المعاقين هيكون في
ذوي الهمم سيدات ورجال. لما يكون في بالنسبه للاخوه المصريين مسيحي الديانه سيكون فيهم المراه والرجل، فيكون هناك نسبه اكبر قد تصل في حدودها المتوقع الى 35%. ده هيؤدي الى ان يكون المجتمع ككل لديه من يعبره، المجتمع يعبر عنه في المجالس، المجتمع ككل ممثل، المجتمع ككل شريك فيما يصدر من تشريعات ملزمه للجميع وتخدم الجميع، فيكون هناك قوه اكبر ولحمه اكبر في داخل مصر. طيب ماده اخرى، عندما هددت مصر، وده احنا بنتكلم على ان الواقع هو الذي يولد التغييرات. عندما هددت مصر في قبل 30 يونيو بتحويل الدولة إلى دولة دينية والآخر، واللي هينزل اللي هيرشنا بالمية هنرشه بالدم، وإذا لم تتوقف وما يعود مرسي الإرهاب هيستمر في سيناء، وشفنا استمر في سيناء. طيب الجيش لما الشعب نزل وناس بتقول اللي هينزل هنخلص عليه، الجيش كان نازل بدون غطاء، هو نازل يحمي إرادة الشعب، لكن عشان يحمي إرادة الشعب بيتم تعطيل العمل بالدستور. ليه؟ لأن الدستور ما بيتحش للجيش إن هو يدخل. طبعا وفي دلوقتي الدولة تتفكك وتبقى بين فسطاطين، ناس عايزة مدنية وناس عايزة تقتلهم، لو ما حكمناكوش هنموتكم. فهنا لما يجي التعديل يقول تحافظ، يحافظ القوات الى جانب مهامها الاخرى والحفاظ على الامن والحدود والافراد، الحفاظ على مدنيه الدوله، تحافظ على مدنيه الدوله. بس هو مين اللي عايز يغير مدنيه الدوله؟ اللي عايز يغير مدنيه الدوله يقول بقى لينا هو عايزها تبقى ايه؟ فيحافظ على مدنيه الدوله. ده ما فيش فيه اي مشكله. لان الجيش اصلا وقف جنب الشعب على مدار ثوراته كلها. وشفنا احنا الموقف، الجيش اللي في 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 الجزائر بيحاول يحمي دولته ازاي دلوقتي برضه، وايضا وشفنا السودان لما الشعب نزل، لكن بعض الاصوات كانت تقول لك الماده ديت نزل الجيش قال بنحمي الشعب في السودان. فالقوات المسلحة وخاصة القوات المسلحة المصرية تختلف عن أي دولة أخرى، العقيدة لأنها لديها، لأن القوات المسلحة المصرية هي إيه؟ هي مش بعض الدول فيها علويين وسنة ومش عارف وشيعة ومش عارف، لا، الشعب المصري الجيش المصري ليس انتماءات قبائلية أو سياسية أو الأخرى، الجيش المصري من نسيج المجتمع. يعني كل عسكري هتلاقيه من قرية، من أسرة، كل ضابط من أسرة من قرية، هو خيوط الجيش المصري، خيوط من نسيج المجتمع المصري والشعب المصري، لذلك هو ولاء للشعب المصري ويحمي الشعب المصري ويحمي قراره في أن يحافظ على دولته المدنية.